سيدة مصرية تسأل وتقول: هل تمشيط الشعر أثناء الإحرام وقبل التحلل يبطل الإحرام، علما بأن شعرها يتساقط أثناء التمشيط؟ جزاكم الله خيرا. لا بأس بتمشيط الشعر للمحرم، ولكن برفق حتى لا يتساقط منه شيء بسبب التمشيط. أما إذا تساقط منه شيء بغير سبب التمشيط فإنه لا يضره، لأنه هذا بغير اختياره. نعم.